انا مغبكت فين، انا لغبكت انك نوجد شي حاجه كنصور دابا مسلسل ديال عزيزه ديال الحياه من اخراج ياسين فنان، وكنوجد بزاف ديال الاغاني، دونك ما داكشي علاش غابك شويه من السوشيال ميديا، غير كن غير خدام وصافي هادشي اللي كاين. مسلسل عزيزة ديال الحياة من إخراج ياسين فنان، وبطولة مجموعة ديال الفنانين الكبار مثل مجدون إدريسي، فهد بن شمسي، وريجيو. وغيكون الدور ديالي هو فنان وسط المسلسل، يعني دور اللي قريب ليا بزاف، وإن شاء الله يعجب الناس. اكيد انا كيف ما كيعرفوا الناس ان ما كنبانش بزاف، و ميم طون كنخدم، فكنكتب حتى اللحان، الوقت ديال الاستوديو كيكون القضيه شويه مزيره في الوقت، وحتى المسلسل خدمني بزاف ديال الوقت، دونك نحاول ما امكن انني نرجع كيف كنت زعما اكتيف في السوشيال ميديا ان شاء الله. صراحه ما كاينش زعما شي، كاينين افكار مع فنانين المغاربه وخارج المغرب، ولكن شي حاجه رسميه اللي ما كايناش، ولكن كنوعد الجمهور انه ان شاء الله غتكون شي حاجه زوينه ان شاء الله في هذا العام هذا كامل. فرحان ان ستار اكاديمي كيف ما قالوا انه رجع مزيان، كنظن انه من بين احسن البرامج في اكتشاف المواهب، وكيعطي فرصه للشباب انهم يبينوا القدرات ديالهم، ومزيان وان شاء الله يكونوا مواسم ومواسم.